الشيخ عبد اللطيف العزب وهدام كروان الفجر بالاذاعه المصريه وقمر المجالس القرانيه منشدا في رسول الله ومتضرعا الى الرحمن ثم دعاء الى الراحلة الكريمة من فضيلة الكروان الشيخ عبد اللطيف العزب وهدام ويكون ذلك مسك ختام الليل. الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان مسك ختام الليلة بتضرعات الى الله وصلوات على رسول الله ودعاء للراحلة الكريمة يتفضل مشكورا. الجزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يصلون على النبي صلى عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب اكرم ارحم يا رب. وقال ما خاب عبد وقال ما خاب عبد جاءنا داني. فاقصد إلهك فاقصد إلهك فاقصد إلهك في صدق.
ناديت رب الوراء فلباني فلباني وقال ما خاب عبد وقال ما خاب عبد جاء ناداني فاقصد إلى فإن ربك ذو فضل وإحسان واستغنم الوقت بالطاعات واستغنم الوقت بالطاعات واستغنم الوقت بالطاعات واستغنم الوقت بالطاعات معتصما فهو الملجأ الحاني وسر على طاعة المولى وشرعته والفوز يرجى والفلاح والفوز يرجى والفلاح والفوز يرجى والفلاح والفلاح إذا قام الأساس على تقوى والإيمان الله الله لا إله إلا الله 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله الله يا الله يا الله
سواه سبحانه وبحمده وتقدست أسماؤه 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 السماء بلا غمد سبحان الملك سبحان سبحانه وأمره فيه بين الكاف والنون وأمره فيك فينا بين الكاف يا ذا الجلال يا
الإنسان إني أنا الإنسان أعرف من أنا أعرف من أنا وأرى مكاني منك أين يكون أن اتجهت إليك يشرق خاطري أن اتجهت إليك يشرق خاطري وأرى جميع العالمين تهون نور الحياة نور الحياة نور الحياة ومعنى الحب يا أمي نور الحياة نور الحياة من قبل خلق ونفخ روح في جسمي ترجو تراني أمي ترجو تراني ترجو تراني جميل الشكل والرسم من قبل خلق ونفر في جسمي ترجو تراني جميل الشكل والرسم من فيضك من قلبك أرى الأرض ضاقت وضاق فضائي وزاد أنيني وضاع رجائي أقول وداعاً يا أمي أقول وداعاً وداعاً يا أمي أقول وداعاً وداعاً لقلبي وداعاً لروحي وداعاً لعمري وداعاً يا أمي فما عدت يوماً أراد صباحاً فما عدت يوماً أراد صباحاً
قلبي بخير دعاء وألقي بحبي وشوقي لدي كشوق الزروع لقطر السماء وعند همومي ألقي بهمي وحزني لديها فأنسى همومي وأنسى العناء أرى وجهها أرى وجهها أرى وجهها مثل شمس تغيب 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 ويا طول ليلي وطول مسائي ولكن عزائي بأني أرى قريبا قريبا في دار البقاء اللهم اغفر لنا وارحمنا ومن رضاك لا تحرمنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم ارفع الدرجات وحط عنا السيئات واغفر لنا الخطيئات يا كريم يا حليم يا الله اللهم اشملنا بشفاعة النبي ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين رب العالمين لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولسائر أموات المسلمين يا علي يا عظيم يا الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم يا حليم يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق ما بها من أسرار وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار اغفر للأمة الراحلة الكريمة ذنوبها والأوزار وشفع فيها النبي المختار واجعلها من الناجين من عذابك ومن النار وابعثها يوم القيامة مع الأبرار واجعل قبرها متوجا بالأنوار وارزق
واهل الصبر والسلوان والاستقرار، واجعل خيرهم من بعدها مدرار. اللهم اجعل لها في الجنه مستقرا وقرار بصحبه الحبيب المصطفى وال بيته الاطهار. ايها الاخوه الكرام، ختمت ليلتنا بدعاء وتضرعات وابتهالات كروان الاذاعه المصريه فضيله الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. نشكر لفضيلته، واشكر ايضا لمولانا الشيخ محمود بدر عصفور، كما اشكر مولانا الشيخ محمد مراد، واتراس الشيخ احمد الديب صغيرا وكبيرا، والشيخ طارق ورد، والشيخ احمد طبل، وكل من شرف من اهل القران، اخي الحبيب يحيى الجهري جزيل الشكر، فريق العمل الليله، هندسه الاذاعيه الحاج محمد الخولي واولاده، مقدم ضيافتنا الكابتن عطيه الدولي ابو حماد شرقيه، مصورين الليله مع عمده مصوري الحفلات القرانيه الكبرى حج ناصر صلاح، ومع مصورنا الحبيب المؤدب حاج حسن ابو عرب، ومع مصورنا الكريم عمر جمال. شاكرا لكل من شرف الليله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.